كل اللي واصلين ليه يا فندم انه جوه عين شمس وما اتحركش منها لحد دلوقتي، لسه مش عارفين فين بالظبط، وبالليل بيتحرك من غير تليفون. بس عصفوره اللي قبضنا عليه في الفتره الاخيره اخذنا منه ارقام تليفونات كل الناس اللي بتشتغل معاه، لانه طول الوقت بيمشي بجردات او ببلطجيه بمعنى اصح. يعني ايه مستنيين؟ ايه الراجل ده لازم يجي باي طريقه وفي اسرع وقت ممكن. مش عارفين تمسكوا واحد زي ده؟ قلبي وجعني على البنتين اللي راحوا كده من غير ذنب، ولو سكتنا الله اعلم بقى هيبقى الدور على مين. ان شاء الله قريب جدا يا فندم هنجيب، احنا متابعين انترنت الناس كلها. انت ما تروحش لحد ما تعرف اي حاجه اكيد، وتكتب لي تقرير يومي، وخلي بالك من نفسك يا وحيد وكمان رجالتك، سلامتكم اولا. يا زكريا موقف عندك ايه؟ المعلومات بتاعت المصادر بتاعتنا سيادتك بتاكد ان الاخوان بداوا الشغل، محمد كمال من ناحيه سيادتك ويحيى من الناحيه الثانيه، كل هدفهم دلوقتي ان هم يعملوا ازمات اقتصاديه ويستنزفوا الدوله ويستنزفونا احنا كمان سيادتك. تفجير ابراج كهرباء وخطوط غاز وحرق ممتلكات عامه، ده طبعا سيادتك غير العبوات اللي بتترمي على الكمائن، دي بدايه العمل المسلح سيادتك. جناح الاخوان المسلح خلاص يا فندم بيعلن عن نفسه. يعني ما فيش اي معلومات عن اماكن تدريباتهم او تجمعهم؟ للاسف لا يا فندم، هم كل اللي عايزين يوصلوه لنا دلوقتي ان محمد كمال ومحمود عزت هربوا، بس كل مصادرنا بتاكد ان هم لسه جوه البلد يا فندم. دي اهم حاجه دلوقتي، جمع لي بقى كل المعلومات وهاتها لي على المكتب. قول لي يا زكريا، ايه اخبار الانصار؟ في جديد في اعترافات العيال بتوع عرب شركس؟ والله سيادتك ابو عبيده ده واضح ان محدش يعرف عنه اي حاجه، بس في معلومه وحيده اعتقد هي اللي هتوصلنا سيادتك. اسمع اللي بقولك اياه، ابو عمر ورجال في الصحراء الشرقيه، انضم لهم عشان تامنوا مخازن جديده وسلاح ورجال. يا ابو عبد الله السفر هيبقى ليك صعب قوي دلوقتي، خلينا انا هنا وانا هحاول ارجع كل حاجه زي ما كانت. لازم نرد على اللي حصل في رجالتنا وفي مخازننا في عرب شركس وفي اسرع وقت. انا قاعد مطرحي، لو احتجت شيء كلمني. ان شاء الله ربنا معاك ومعانا. كلها ايام ونبدا اول عمليه ان شاء الله. اخيرا، انا قلت هنقعد سنتين. لا خالص، دي اول عبوه هنفجرها باذن الله. امتى وفين؟ هتعرفوا كل حاجه في وقتها، وانا لسه ما قررتش مين فيكم هيكون معايا في اول عمليه، هتعرفوا يومها الصبح، عشان كده لازم كلكم تكونوا مستعدين. مستعدين ازاي يعني؟ اقصد اقول مش لازم نبقى عارفين ايه هي العمليه عشان نستعد؟ حاجه بسيطه خالص، حد هيحط الكيس ده عند الهدف، وحد تاني هيتصل بيا ياكد لي ان الهدف وصل، والباقي عليا. يا العبوه جوه الكيس؟ تخيل، وكل مرة أعمل حاجة ما يشكوش فيها إن شاء الله. ده أنا بفكر حتى أعمل قالب طوب جواه واحدة. إيه ده؟ هو ينفع؟ طب إيه رأيك بقى اللي أنا هعملها؟ توكلنا على الله. توكلنا على الله. توكلنا على الله. شيخ مجد، لو في وقت يعني أزور أمي قبل ما نعمل العملية؟ لا يا إبراهيم مفيش وقت. كلها أيام. حاضر. عن إذنك. تفضل. والله انا دخلت عشان ابوس الولاد، لقيت نفسي نمت جنبهم، الاقيهم اصلا نسيوا ان انا كنت نايم جنبهم. ان شاء الله احاول اخلص النهارده بدري واجي البيت نتغدى سوا. لا اله الا الله. ايه بيبو؟ طب
طمني، وصل عندك؟ ما بتردش ليه يا ابني؟ وصل ولا ما وصلش؟ ساكت ليه؟ ايه اللي حصل؟ وصل. الأمن قامت انفجار آخر أيمن. حمام حمام، انفجار آخر على الهواء. كما يبدو إذن مشاهدين الآن انفجار حالاً حدث أمام جامعة القاهرة عند بداية شارع الله يوجد نقطة للرياضية. الشرطة وكانت تتمركز عندها قوات الأمن والسيادات الأمنية وكذلك سيارات الإسعاف. شين الظاهر الشديد ترتاب هنا الجميع بينما انا اقف امام دوامة الجامعة الرئيسية. ارجع ورا، ارجع، انزل تحت، انزل تحت ورا كابتن، ورا.